الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ إن شاء الله مع بعض نتعلم أساسيات السيم ميكانيكس، عبارة عن تول بوكس تبع ماتلاب سيميلينك. في الحلقة الأولى هنتناول فيها الفصل الأول، هي عبارة عن مقدمة. في المقدمة دي هنتعلم إيه هو السيم ميكانيكس، إيه اللي أنا ممكن أعمله بالسيم ميكانيكس عن طريق استعراض الأمثلة التوضيحية أو الديموز، وهنعمل مثال توضيحي مع بعض وبندول بسيط، وهنتناول بعض المعلومات الهامة عن السيم ميكانيكس. طيب نبدأ مع بعض. إيه هو السيم ميكانيكس؟ كتعريف، هو عبارة عن أداة تصميم هندسي تعمل تحت بيئة السيميلينك لتصميم ومحاكاة ماكينات الأجسام الصلبة أو اللي هي rigid body machines وحركتها، وذلك باستخدام ديناميكا نيوتن للقوة والعزوم. طبعا عشان نتعلم السيم ميكانيكس الأحسن بيكون عندنا يعني بعض المعلومات عن الماتلاب أو السيميلينك، مش يعني إحاطة كاملة لكن مجرد البدائيات بتاعة الماتلاب والسيميلينك. تاني نقطة، إيه اللي إحنا ممكن نعمله بالسيم ميكانيكس؟ هنبدأ عشان نتعلم في الماتلاب أو في السيميلينك أي تول بوكس جديدة أو كده، احسن حاجة نبدأ بيها الديموز، نشوف ايه الامثلة اللي هو جايبها لنا في الماتلاب، ايه اللي ممكن او ايه الاقصى حاجة او ايه الخبراء بيستخدموا التول بوكس ديت في ايه. من الماتلاب نفتح الهلب ونختار ديموز، تحت السيميولينك هنختار سيم ميكانيكس، هنلاقي هنا في قائمة بالديموز. نبدأ مثلا ب bouncing ball أو كرة بتتنطط، نختار open this model، طيب زي ما احنا شايفين هي عبارة زي أي موديل بتاع simulink، شوية بلوك دايج أو هي عبارة عن بلوك دايجرام. هنا مثلا عندنا جسم اسمه بول، وهنا في القوة، وهنا في الأسلسكوب بتاعنا أو السكوب. طيب مبدئيا برضو مش هنتناول الكلام ده بالتفصيل، احنا عايزين بس نستعرض نشوف هو ممكن يعني يتعامل بإيه. هنا نبدأ المحاكاة وستارت سيميليشن من هنا. هنا مثلا عمل لنا مثال او محاكاة الكورة بتتنطط مثلا. نتناول مثال تاني اللي هو الدبل بندوليوم او البندول الثنائي. هنا برضو نبدأ هنا، هنا شكل البندول زي ما كنت في محركات في الموصلات بتاعته، وفي احتكاك في الوصلات برضو بتاعته. نشوف مثال آخر، مثلا فكانت بينيون،
نبدأ برضو المحاكاة من هنا. مرة تانية. مثال آخر، ناخد ترس، محاكاة لترس. زي ما شفنا كل الأمثلة اللي فاتت كان الشكل، يعني ربما تكون الحسابات الميكانيكية بتتحسب أو هي بالظبط بتتحسب هنا هوت، لكن الشكل مجرد بس شكل تقريبي للمكنة، مش بالظبط المكنة هنا، يعني مش بالظبط المكنة. لكن في لو احنا عايزين نصمم الشكل كشكل يعني يطابق بالظبط المكنة، يبقى لازم نستخدم حاجة تانية اسمها، أو حاجة بجانب السيم ميكانيكس اللي اسمها الفيرتشوال رياليتي تول بوكس. يبقى هنا الحسابات هتتم، بتاعة الحسابات الميكانيكية هتتم هنا، وهنا ديت مجرد بس عشان الشكل بتاع المكنة يكون مطابق للواقع. دبل كليك هنا نلاقي في شكل جير أو تيرس. نشوف مثال آخر، كونفير. نفس الكلام هنا برضه، هنا ديت البروكس بتاعت السيم ميكانيكس، وهنا ديت الفيرتشوال رياليتي أو الشكل بالظبط بتاع المكنة، مجرد لتقريب الشكل أو لتمثيل الشكل بالظبط. هنا دوت معمول مع كنترولر، حاجة طبعا كويسة جدا وحقيقي. يعني السيميلينك زي ما هنشوف ما خلاش لينا حجة ان احنا ما عندناش مثلا عملي في الجامعات بتاعتنا. يعني مثلا عايز اعمل مثلا اتعلم الميكانيكا، يبقى مش شرط يكون عندي معمل ضخم مثلا بتاع ميكانيك. عايز اتعلم روبوت، مش لازم اشتري بقى روبوت غالي. وازاي اتعلم، يعني ازاي اعمل له كنترول؟ طب انا عندي اتعلم السيميولينك او سيم ميكانيكس واشتغل عليه، اصمم الكنترول بتاعي واجرب كل الحاجات اللي انا بتعلمها وانا صغير. برضه نفتح عشان نشوف الفيديو دي. عبارة عن دراع روبوت والكنترولر بتاعه أو نظام التحكم بتاعه، حاجة طبعا عظيمة جدا. نشوف مثال أخير اللي هو محاكاة الاصطدام مثلا العربية. كل الديموز اللي معاها virtual reality مكتوب جنبها with virtual reality scene. هنا الكراش تيست عشان نفتح برضه ال virtual reality، ندوس هنا. نرجع تاني نقول برضه ال virtual reality بس مجرد عشان الشكل بتاع المكنة بتاعي يكون قريب من الواقع، لكن أنا ممكن أشتغل من غيرها خالص. يبقى الحسابات بتاعتي بتتم هنا، بحسب يعني بدخل ال inputs بتاعتي وباخد ال outputs بتاعتي من غير virtual reality خالص. كده احنا انتهينا من استعراض ال demos بشكل سريع. ندخل بعد كده على إنشاء مثال توضيحي اللي هو البندول البسيط.
من الماتلاب بنفتح السيمولينك عادي من هنا، وبعدين نفتح موديل جديد من التول بوكسز هنختار سيم ميكانكس. طيب اي موديل عندنا في المخزن مثلا الاول نسميه مثلا بندوليوم، تمام. في السيم ميكانكس اي موديل لازم يكون فيه حاجه اسمها environment او ماشين انفايرمنت. ديت بتحدد ايه؟ بتحدد ايه مثلا الجرافيتي فيكتور، المتجه الجاذبيه بتاعي مثلا، بتحدد الماشين ديت هتلم الحسابات فيها ازاي وخلاف. احنا بالظبط في المثال بتاعنا دوت مش هنتناول بالتفصيل كل حاجه، احنا مجرد بس عايزين بشكل سريع كده نعمل مثال بحيث نلم ايه اللي ممكن يتعمل بالسيم ميكانكس. فلو في حاجات مش مفهومه في اللي احنا نقول مش مشكلة، بس مجرد نفهم بس يعني الدنيا ماشية ازاي في السيم ميكانيكس، تمام. الماشين انفايرمنت ديت لو هنفتحها مش هنلاقي فيها حاجة تهمها دلوقتي، غير متجه الجاذبية مثلا، هو في اتجاه الواي ومقداره 9.181، تمام. برضو لأي مكنة لازم يكون فيها بعض النقط متوصلة بالأرض، مفيش مكنة بتبقى طايرة في الهواء يعني، فلازم نحط دي بتمثل النقط اللي هي هتتصل بالأرض، هي النقط اللي في المكنة اللي متثبتة في الأرض. احنا عندنا البندول في نقطة واحدة بس اللي هي متعلق منها. طيب الجراوند ديت نفتح البلوك نشوف ايه البارامترز فيه، بيقول له المكان بتاعه فين بالنسبه للاحداثيات العالميه مثلا او الاحداثيات الجلوبال العام. فمثلا نحطه في نقطه صفر صفر صفر، مفيش مشاكل، هنسيبه ايه كالافتراضي بتاعه، تمام. يبقى انا كده عرفت النقطه اللي هيتعلق منها البندول بتاعي. فاضل ايه؟ اي بندول لازم يكون فيه محور اللي هو بيلف حواليه، يبقى لازم اجيب محور. المحاور ديت هنلاقيها فين؟ اول المفصلات هنلاقيها في الجوينتس. المحور بتاعي ده عبارة عن محور دوران ريفوليوت جوينت، تمام. اي محور في السيم ميكانيكس عنده حاجة اسمها، عنده اتنين بورتس او مخرجين، واحد اسمه بي واحد اسمه اف. البي ده البيس او الاساس، والاف اللي هو الفولور اللي هو التابع. طيب الاساس بتاعي هقصد وخلي الفولور مؤقت، تمام. طيب الريفوليوت ده مفيهوش اي حاجة اغيرها غير مثلا هنا ممكن نشوف الاكسس اوف روتيشن، المحور الدوران هيبقى في ايه. انا عندي البندول بتاعي خليه يلف في المسطح او البلان اكس واي، فمحور الدوران هيبقى في زد، فتمام هو كده مظبوط، تمام. طيب احنا كده عندنا خلاص نفصل كمان نثبت في الحيط. فاضل ايه؟ عايز اعمل البندول نفسه. البندول نفسه ممكن نمثله بعبارة عن قضيب مثلا. طيب يبقى القضيب ده عبارة عن جسم، يبقى الجسم ده هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في الباديز. يبقى هناخد البادي دوت نحطه هنا. طيب البادي دوت ايه اللي فيه؟ نشوفه برضه في السيم ميكانكس. اي جسم بيتعرف عن طريق الكتلة بتاعته وعن طريق الانيرشيا تنسور، او ممكن نسميها مصفوفة القصور. مصفوفة القصور دي بتقول ان الكتلة دي ازاي متوزعة في الفضاء او في الفراغ. وبعدين شوية احداثيات بتمثل محور، بتمثل مركز الثقل بتاعه او السنتر اوف جرافيتي، وبتمثل بعض النقط المهمة في الجسم بتاعي. يعني مثلا في نقطة عايز اعرفها في الجسم عشان اوصل بيها مثلا جسم تاني او اوصل فيها محور، يبقى لازم اعمل لها ايه؟ كوردينيت سيستم او نظام احداث او نقطه احداثيات اعرفها هنا. طيب مؤقتا عايزين نعرف مثلا بار هنخليه مثلا 4 كيلو مثلا. طيب عايزين، هو البار ده هيبقى عباره عن اسطوانه هنخليها مثلا 4 متر طول، والقطر بتاعها مثلا 10 سنتي. هنتعلم احنا بعد كده ازاي بنحسب الانيرشيا التنسيق، لكن مؤقتا هنكتبها على طول. هي عبارة عن ماتريكس او مصفوفة 3 في 3،
طيب لازم برضه لكل جسم لازم على الأقل يكون فيه كما قلنا الكتلة بتاعته الانيرشيا تنسب، ولازم شوية إحداثيات. أقل حاجة لازم أقول السنتر اوف جرافيتي بتاعه دوت فين، فين في الفراغ في المجال العمل بتاعي. السنتر اوف جرافيتي أنا حطيت دلوقتي النقطة اللي أنا هتوصل بيها أو الأرض بتاعتي في صفر، يبقى السنتر اوف جرافيتي بتاع البار هتبقى مثلا بتبعد، احنا قلنا طوله 2 متر، يبقى هتبعد عنه بمقدار متر عن الصفر دوت، عن الصفر وصفر. طيب يبقى احنا مثلا نحطه في الاكس، طبعا احنا الزد ملناش دعوة بيه خالص، احنا شغالين في البلان بس في الاكس وواي. يبقى السنتر اوف جرافيتي بتبعد في بالنسبة للإحداثيات بتاعة الوورد، الإحداثيات أو الإحداثيات العامة بتاعة المكنة بتاعتي كلها في واحد في اتجاه الإكس. تمام، ايه موضوع سي اس واحد سي اس اتنين دوت؟ ديت هو الراجل حاطط لي يعني افتراضيا اتنين لكل جسم، اتنين كوردينيت سيستمز أو معرفني نقطتين فيهم. أنا اللي أنا محتاجه دلوقتي بس هي مجرد نقطة واحدة اللي أنا هثبت فيها او هثبت منها القضيب دوت في المفصل، فممكن امسح ال CS2 دوت من هنا. طيب CS1 ده هيبقى فين؟ هيبقى في نفس ال او احداثياته ايه، هتبقى نفس احداثيات المفصل. عندي المفصل ده عبارة عن نقطة، يبقى هخلي النقطة بتاعة القضيب اللي هيتصل بيها نفس الاحداثيات، تبقى برضه صفر وصفر وصفر بس بالنسبة للوورد. تمام، طيب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ بقى عندنا فيه بادي وبقى عندنا فيه محور. الاحسن طبعا اسمي البلوكس بتاعتي اسامي معبره، يعني فمثلا دوت بار مثلا واحد، ودوت مثلا اوفريوت واحد، وديت ممكن جراوند واحد برضه. وديت اول نقطه عندي متعرفه في الارض. تمام، وخلاص اوصل بالقضيب بتاعي. تمام جدا، انا كده انا كده تقريبا خلصت البندول بتاعي. فاضل ايه تاني؟ مفضلش حاجة، انا عندي فيه مفصل ومتوصل فيه قضيب. طيب يلا نجرب نبدأ السيميليشن. بسم الله، ايه اللي حصل؟ هو خلص كده خلاص. طب اللي انا شفته، مشفتش حاجة. طب انا عايز اشوف ازاي، زي ما شفت في الديموس كده، ازاي مثلا الماشين بتاعتي دي بتتحرك او ازاي شكلها عامل ازاي. فلازم اغير حاجه في الموديل، اختار من قائمه سيميليشن كونفيجريشن بارامترز، من سيم ميكانيكس اختار الاختيارين دول. اول اختيار بيقول لي ان انا اي تعديل اعمله في الموديل بتاعي يخلي العرض يتعدل على طول اوتوماتيك ابديت. تاني اختيار بيقول لي ان انا اثناء السيميليشن يحرك الماشين بتاعتي في العرض. طيب وبعد كده نبدأ تاني ستارت سيميليشن تاني، نلاقي في حاجة كويسة جدا ظهرت لنا، عندنا بندول هو جميل جدا. طيب جرب تاني. تمام تمام، طب ايه اللي حصل بقى ده؟ نمسك كده واحدة واحدة، نرجع تاني. هنا اول حاجة هو شكله مختلف شوية، انا عندي مثلا كنت بقول ان هو قضيب 2 متر، هو انا هنا مجرد بس متر واحد، ايه فين الاتنين متر؟ طيب هنا في حتة مهمة جدا نركز فيها، ان هو اصلا ازاي السم ميكانيكس بيعرض المكنة بتاعتي. السم ميكانيكس ما عندوش معلومات كفاية لحد دلوقتي بشكل المكنة بتاعتي، بشكل البار بتاعي. الانيرشيا تنسون ما بتقولوش غير بس يعني قصور، مصفوفة القصور بتاعة الجسم بتاع ازاي الكتلة بتبقى متوزعة في الفراغ او في الفراغ. طيب وبرضو الاحداثيات بتاعتي فيها بس مجرد النقطة اللي انا بتعلق منها وسنتر اوف جرافيتي. فهو السيم ميكانيكس عنده طريقتين لعرض المبسط بتاع المكنة،
اول طريقة ان هو بس مجرد بيحوط كل الكوردينات سيستمز بتاعتي بغلاف او بيسميه الكونفكسال اللي هو الاختيار دوت. يبقى هو مجرد بس عنده كوردينات سيستم هنا اللي هو الاولاني سي اس واحد او نظام احداثيات، وعندي التاني دوت اللي هو سنتر اوف جرافيتي. هنا لو انا حتى بعمل كليك عليه بيعرض لي هنا بيقول ان دوت الكوردينات سيستم سنتر اوف جرافيتي اوف بندوليوم، ده اسم الموديل بتاعي بار 1 اسم البلوك بتاعي. لو هعمل كليك هنا يقول لي دوت سي اس 1 اوف نفس الكلام اوف بار 1. طيب يبقى هو دي المعلومات اللي عند السيمينج، فهو مشكور مجرد بس بيوصل لي دوت بدوت او بيحوطهم مع بعض بكونفكس هال او بغلاف. دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية عنده اللي هي بيسميها الزراير اللي جنبه على طول بيسميها الإليبسويد أو إيكوفيلنت إليبسويد. يعني إيه؟ يعني أي، يعني هو في أي كتلة أو أي جسم ليه إنيرشيا تنسور، في أو ليه جسم بيضاوي ليه نفس الإنيرشيا تنسور بتاعت الكتلة ده، أو يعني بأسلوب تاني أي جسم عندنا ليه جسم تاني مقابل ليه بيضاوي ليه نفس الانيرشيا تنسورز بتاعت الجسم ده. فمجرد ما يبقى السيميلينك مشكورا بيشوف الجسم البيضاوي اللي ليه نفس الانيرشيا تنسور بتاع الجسم بتاعي وبيعرضه لي. طيب هو نشوف هنا تمام بقى الشكل طبعا ايه احسن شوية. احنا برضو لو هنلاحظ هنلاقي ده شكل مختلف شوية، هو دوت ربما يعني بدأ احسن شوية، لكن انا اصلا القضيب بتاعي ما هوش كده، انا القضيب بتاعي اسطوان. لكن هنرجع نقول هو دوت مش الماشين بتاعتي، هي ديت مجرد الجسم البيضاوي المكافئ للجسم بتاعي اللي هو البار. تمام. طيب احنا طب عايزين بقى نحسن او مش نحسن؟ انا كده خلاص عرفت بار وجربته شكله جميل جدا، فانا عايز بقى يعني اخد شوية حسابات من الماشين بتاعتي. مثلا عايز احسب الزاوية مثلا، او اوصل مثلا سنسور او مجس على الفوليوم دوت، اقيس الزاوية، اقيس السرعة الزاوية، اقيس العجلة الزاوية. طب الكلام ده ازاي؟ الكلام ده سهل جدا. ارجع تاني للسيميولينك لايبراري، اختار من السيم ميكانيكس طبعا، في حاجة عنده اسمها سنسورز اند اكتويتورز. هاخد جوينت سنسور عشان اوصله بالجوينت بتاعي ده اللي هو المفصل بتاعي او المحور. طيب الجوينت سنسور، الجوينت سنسور ده عايز اوصله بالمفصل او بالمحور ازاي؟ مفيش عندي بورت فاضي. يبقى اعمل لو بفتح تاني الفوليوت بلاقي حاجة عندي هنا اسمها عدد السنسورز او الاكتيفيتورز. انا عايز اوصل دلوقتي سنسور واحد، يبقى ايه؟ اقول له انا عايز يا عم تعمل لي بورت واحد بس عشان اوصل بيه سنسور. الاقي راح فاتح لي بورت جديد يقول لي ايه وصل هنا. تمام، يبقى كده وصلت السنسور بالفوليوم بتاعي. طيب وبعدين ايه السنسور ده بيقيس ايه؟ افتح السنسور الاقيه ممكن يقيس الانجل الزاويه او السرعه الزاويه او العجله الزاويه او التوركس او القوه. تمام. طيب في حته هنا برضه مهمه جدا لازم نفهمها او نركز فيها. انا كل البلوكات اللي كانت عندي هنا ديت ممكن مثلا ألونها كلها بلون مثلا، كل البلوكات المتلونة عندي ديت البلوكات بتاعت السيم ميكانيكس. طب ازاي اوصل البلوكات ديت، او ازاي بقى اخلي السيم ميكانيكس ده يتكلم مع البلوكات بتاعت السيم لينك المحبوب بتاعي، او اخليه مثلا ازاي يتكلم مع الماتلاب؟ البلوكات بتاعت السيميولينك او الوصلة الوحيدة بين البلوكات السيميولينك السيميكانيكس والسيميولينك هي عبارة عن هي السنسورز والاكتيفيتورز او المجسات والمحركات. السنسورز بتحس او بتقيس الحالة بتاعت الماشين بتاعتي مثلا زي العجلة زي السرعة زي التورك زي الفورسز، وبتطلعها عبارة عن سيجنال عادية خالص ممكن استخدمها في الماتلاب بتاعي، او شوية ارقام استخدمهم في الماتلاب او استخدمهم في اوصلهم لبلوكات السيميولينك العاديه. وبالعكس في الاكتيفيتورز او المحركات بتاخد الانبوت بتاعي من البلوكات السيميولينك او من الماتلاب، كمثلا القوه مثلا عايز اقول له عايز مثلا احط قوه او ابلاي قوه مثلا في النقطه ديت مقدارها قد كده، يبقى احط اكتيفيتور ادخل له الانبوت بتاعي من السيميولينك بلوك او من ماتلابس، و
هو اللي يوصل القيم ديت للسيم ميكانيكس بلوك. تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الخارج بتاع السنسور ده عبارة عن ايه؟ انا هنا اخترت بس يبين لي الانجل مؤقت او الزاوية. تمام. طب عايز اشوف الزاوية دي، ارجع بقى عادي للسيميولينك بتاعي، اخد مثلا السكوب بتاعي الجميل دوت، عبارة عن زي حاجة بس اعرض بيها يعني شكل الانجل ديت. طبعا احسن اسمي البلوكات بتاعتي اسماء كويسة. انا هنا ديت مثلا جوينت واحد اسميه جوينت واحد سنسور او فوليوت واحد سنسور. هنا سكوب مثلا ديت بيعرض الانجل فاسميه مثلا انجل واحد. تمام. هرجع تاني هنا الاسلوسكوب افتحه عن طريق دبل كليك، ممكن اكبر، هدوس على النضارة ديت عشان يظبط لي الإحداثيات بتاعتي. ايه الاسلوسكوب ده؟ هو الاسلوسكوب عبارة عن محورين، محور الاكس عبارة عن الزمن، محور الواي عبارة عن القيم. فهنا بيقول لي الانجل بتاعتي ماشية من صفر ماينس مية سالب 180 وهكذا. ودي طبعا الواقع. انا عندي هنا البندول بيلف من صفر اللي هي الزاوية بتاعته وهو في الوضع البدائي بتاعه، وبعد كده بتلف الحياة سالب 180 تحت، الموجب من فوق، السالب من هنا من تحت، اللي هي قاعدة اليد اليمنى عادي. تمام. بتوصل لحد سالب 180 وترجع تاني، يبقى الكلام ده مظبوط.